المرمى بعد أن حطم يحاول كريستيانو رونالدو أن يحطم. ممتازة عند سامي النجعي أمامية ولكن الكرة ذهبت، لمسة تعود وتصل الآن من جانب كانتي. انغولو لعب كورتا، شوف كرة عبد الرحمن غريب اللي حاول فيها، وبعد ذلك لعب الكرة عند انطلاقة هجومية أمامية. الكرة أبعد لويس فيليبي، شوط ثاني عند مارسيلو، الكرة تعود الآن من جديد، يا سلام صالح النصر، جميلة جدا، خطيرة ومحاولة، والحكم يقول ما في. عبد العزيز العليوة في اللقطة الماضية بوجود ركلة أول 5-2، محاولة تعود الآن إلى خارج أرضية الميدان. قريب لعب كرة المحاولة بالهجوم ولكن التغطية خلاص يبدو لي انتهى كل شيء.